عليكم السلام دكتور، ورحمة عليكم الله. السلام دكتور. صوتي واضح؟ نعم دكتور. خوش. اليوم محاضرتنا يمكن أقرب للكلينيكال سيشن من المحاضرة تكون. انتوا انا خليتها بي دي اف بس، واكو اشياء راح تقروها بيها. انا احاول اركز على الجانب الكلينيكال، الموفمنت ديس اوردر اساسا حتى بصف سادس المفروض انا يوم يعني الجمعه، هي ما راح تكون فرقه هوايه عن المحاضره اللي انطيها بصف خامس، لان ذيكي انطي الفيديوهات اكثر من الفيديوهات راح تشوفوها اليوم انتوا واشرح عليها. انتوا محاضره ومعززه فيديوهات، يعني بالنتيجه هي ما راح يكون ذاك الفرق. نبدأ يعني شوفوا العنوان بيسال جانجليا ديس اوردر وموفمنت ديس اوردر. انا خليت هذا العنوان نبتدي منه بهدف معروف الموفمنت ديس اوردر، بس الموفمنت ديس اوردر ناوداي يعني از تيرم المفهوم كلش توسع، يعني اكتشوالي من يجي هسه بالفلسفه يسمى انطباق الذهني. يعني انت من تقرا موفمنت ديس اوردر كل اللي تتذكره هي الانفولنتري موفمنت، بس واقع الحال هي مور ذان ذات. زين، موفمنت ديس اوردر از ا جروب اوف نيورولوجيكال سيندرومز كاركترايزد باي ابنورماليتي اوف ذا فورم اند اور فيلوسيتي اوف موفمنت اوف ذا بودي. اذا من نباوعها من نقول abnormality in velocity، إذا ممكن تقل مو بس تزيد، يعني مو بس الزيادة هي movement disorder بس ممكن تقل، وهم يسموها movement disorder according to this definition. So few years ago American Academy of Neurology اللي هي تقريبا يعني the most famous society of neurology بالعالم عرفت الموفمنت ديس اوردر او وات موفمنت ديس اوردر انكلودز هايبر كاينتيك موفمنت ديس اوردر، هذه وحده من عندهم. بعدين اكاينتيك ريجيد موفمنت ديس اوردر اللي هي الباركنسونيزم اللي اخذتوها بالمحاضره السابقه اعطاكم اياها دكتور عبد الكريم. اتاكسيا، ذا ثري تايب اوف اتاكسيا از موفمنت ديس اوردر. اني جيت ديستربنس is movement disorder. So actually hyperkinetic movement disorder is only one kind of movement disorder. The hyperkinetic movement disorder is the major part of movement disorder, which is the basal ganglia disorder. This is characteristic feature of basal ganglia disorder. تتذكرون بالمحاضرة الأولى قلنا لكل area نريد لها address، يعني مثلا اللي يداومون هسه يعني clinical neurology هاي نطيتهم إياه الادرس واللي يداومه طبعا سمعوها سابقا، اللي address for cerebellum is coordination. فالابنورمال هي in coordination. البيسال جانجليا الادرس فور بيسال جانجليا ديس اوردر هي hyperkinesia. حتى الباركنسون اللي هو اكاينتيك ريجيد هم بي hyperkinesia اللي هي resting tremor. فبيسال جانجليا ديس اوردر زين characteristically have hyperkinetic movement disorder. The movement disorder can result from hysenergy pathophysiologically from biochemical and or structural abnormality in the deep subcortical gray matter structure termed basal ganglia. يعني الباركنسون ديزيز نطاكم يا دكتور عبد الكريم، البوتامين حقيقة من structurally
اندر مايكروسكوب ما بي اي مشكله. المشكله هو البالانس بتوين استالكولين اند دوبامين، هو بايوكيميكال. لعد وين الليجن اللي دي يسوي هو البيس اللي دي يسوي الستركتشرالي، وين الليجن اللي دي يسوي الباركنسون؟ اكتشوالي الليجن ستركتشرالي ابنورماليتي نلقاها بالسبستانشيا نايجرا اللي هي بالميدبرين، لكن البوتامين او نيوسترياتم زين ماكو اي ابنورماليتي. اندر مايكروسكوب المريض بالاوتوبسي ياخذوه يباوعون البيسر جنجليا ما بيها مشكله. زين هذا المريض ليش صار لعد المانيفستيشن كلها للنيوسترياتم بالسيربرم؟ لانه بايوكيميكلي ابنورمال. فكل المومنت ديس اوردر هي بهذه الطريقه. طبعا راح نجي مثلا اكو يعني جروب اوف ابنورماليتي اللي يسموه دراج انديوس موفمنت ديس اوردر. دراج انديوس موفمنت ديس اوردر هو كله بايوكيميكال ان جنرال، كله بايوكيميكال تشينجز، ولذلك هو ريفرسبل. زين the basal ganglia control muscular movement by influencing the cerebral cortex. ماكو ارتباط من البيسال جنجليا مباشره جوا للمصل. طريق الكنترول شلون نسوي كنترول الموفمنت اللي اذا تصير ابنورماليتي هي انه اذا تعطي للسيربرال كورتكس. ماكو اتصال مباشر لي جوا ويا ايش اسمه بيسال جنجليا تطل السيربرال كورتكس موتر يعني كورتكس موتر كورتكس هو يسوي الموفمنت. نفس العمليه السيربلم ينطل السيربرال كورتكس زين ونفسه والسيربرال كورتكس هو يسوي الموفمنت. فالادجستمنت هنا مو مباشر قبل يروح للمصل، لا ماكو ارتباط، كله للسيربرال كورتكس. ذا كودييت نيوكليس امبوتامين form the site of receiving input from globus pallidus. هذه شو اسمه structural أنا هسه حتى بالمحاضرة شلت لكم إياها، ماكو داعي ندخل بالتفاصيل إلى أن تتخرجون تفهمون هذا الموضوع. هو طبعا بيه تفاصيل بس أنا ما أريد التفاصيل، أريد بس تفهمون. cerebellum control the termination of movement. basal ganglia primarily initiation of movement. زين basal ganglia regulate primarily the initiation of movement. cerebellum the termination of movement. زين بيسال جنجليا in general are two group of clinical syndromes. الأكاناتيك ريجيد اللي هي الباركنسونيزم، الهايبركينيزيا. هايبركينيزيا هي البوزيتيف فينومينا، هي الابنورمال موفمنت. بالحقيقة هي يعني شوية أنا ما أحب الترم الابنورمال وإن كان يستخدم، هي انفولنتري، لأن الابنورمال ممكن أنا أسوي فانفولنتري موفمنت. انفولنتري موفمنتس اكسسيف ديجري العفو انفولنتري موفمنتس اكسسيف ديجري اوف انفولنتري موتور اكتيفيتي، هي شيء زايد فهي بوزيتيف فينومينا. اللي راح ناخذها اليوم هي تريمر، كوريا، بالازمس، ديستونيا، اثيتوسيس اند تيك. باركنسون ديزيز وليس باركنسونيزم. باركنسونيزم هي اكانتيك ريجيد ديسوردر. باركنسون ديزيز زين هاف بوث اكانتيك ريجيد يعني بوفرتي اوف موفمنت تقلل موفمنت، اند هايبركانتيك ديسوردر اللي هي اكسسيف موتور اكتيفيتي بها تريمر وبها ريجيديتي بها النقيضين.
وتصور بالمحاضرة بمحاضرة الباركنسون، فهمتوا ليش النقيضين يصيرون بشكل يجون بوقت واحد. Any patient with involuntary movement you should be evaluated in this way. The evaluation of patient with movement disorder should include age at onset. تفرق كلش الايج اللي يجي بيه المريض، اكو اشياء تزيد. واذا هي كلهم نفس الموفمنت الكوز راح يفرق اكوردنج تو اي. تمبرو بروفايل اكيوت ساد اكيوت سب اكيوت اور كرونيك. بادي بارت اور بارتس افكتد. اكزاسربيتنج فاكتور مو اكو موفمنت تبتدي تاسك سبيسيفيك من يسوي هاي التاسك، مثلا يريد يكتب هذا كاركترستيك فور سم موفمنت. وريليفينج فاكتور طبعا بالمناسبه احنا الموفمنت انفولنتري موفمنت طريقه التشخيص مالتها هي انسبكشن، باوع على المريض وتقرر which movement is this. لكن هذا مو نهاية المطاف. أنا ما أريد symptomatic treatment، أريد أدور cause according to this assessment. The associated neurological problem, psychiatric or systemic feature. وأكو movement disorder لتريتمنت مالتها هو treatment of the cause. ماكو فايدة بس تطي باوع ال 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 اوكي هذا المريض عنده كوريا كوز اوف كوريا تريتمنت اوف ذا كوز اوف كوريا يخفي الكوريا نفسها. دراج اكسبوجر يعني صف سادس اذا الطالب قدم لي كيس موفمنت ديس اوردر بدون ان ياخذ هيستوري اوف دراج وبالتفصيل ال هيستوري هذا ما له قيمه. باست ميديكال هيستوري لما اكو سيستميك ديزيزز كوزد مو ديس اوردر اذا لازم اخذ باست ميديكال فاميلي هيستوري لانه ماني ماني مو ديس اوردر اس فاميليال هيريديتري بروبلم. نجي على فيرست اكزامبل ترمر. شوفوا ال definitions اللي راح تشوفوها اليوم هي بالحقيقة يعني to confirm the diagnosis of this special type of movement disorder and exclude other. فلازم نخلي فد تعريف اللي هو characteristically ما يصير بغيره. فلذلك بأكثر من صفة. The tremor is repetitive لأنه هواية أكو أشياء repetitive. Rhythmic هنا نتميز التريمر فهو repetitive rhythmic اجتماع الثنين ذني repetitive rhythmic ينطيني تريمر فهو repetitive rhythmic oscillatory movement of one or more body parts. Tremor is enhanced by emotional stress and disappear during sleep. زين. Tremor divided into عندي resting tremor اللي يصير بالباركنسون هذا مميز. Resting tremor نقول للمريض خلي ايدك على هسه نشوف الفيديو خلي ايدك على رجلك نخلي ايده على رجله ما صارت هذا مو رستنج اذن انتهينا. رستنج ترمر فور باركنسون مميز. اكشن ترمر بقيه كل التايبس اوف ترمر هي اكشن ترمر. الاكشن ترمر نوعين بوستشرال نقول له شيل ايدك لي فوق حتى تصير اند كاينتيك. كاينتيك اشهرهم
هن اثنين كانتك والاثنين تقريبا نفس الكوزز. سوري اثنين كانتك، واحده منها انتنشن اللي هو سبيسيفيك فور سيربلر ليجن، انتنشن ترمر، ان تاسك سبيسيفيك. شنو تاسك سبيسيفيك؟ من يريد يسوي شغله معينه تصير عده. اخر مريض انا شفته من يكتب زين. بقيه التايب اوف ترمر هم كلهم بوستشرال ترمر. عاده تاسك سبيسيفيك اند بوستشرال ذا سيم كوزز، فبالنتيجه انا عندي اكتشوالي هم ثلاث انواع: ريستنج انتنشن ترمر، ريستنج فور باركنسون، انتنشن فور سيربلم، البقيه بوستشرال من الاكشن، والتاسك سبيسيفيك هم كلهم سيم كوزز. ممكن يكون الـ نفس الكوز يسوي لي تاسك سبيسيفيك، ممكن يسوي لي بوستشرال، وعاده هو التاسك سبيسيفيك يجي ويا البوستشرال. Practically, with action tremor, only exclude the intention, and the cause of postural and specific is the same. يعني عدم resting بس سوي exclusion إنه هذا مو intention tremor بالaction. من بو ال مو intention tremor بقت لك طريقة واحدة ندور ال causes. زين. Essential tremor is a disease. خلي نشوف الفيديو مالته وبعدين نرجع. هسه اخليها طريقة حتى اشوف اكو ريستنج ترمر لو لا. ريستنج ماكو. هسه اقول له خلي ايدك قبال صدرك راح تصير الترمر. هسه راح تكون بشكل اوضح. هذا اني ذا موست كومن تايب اوف هذا تو اكسكلود انتنشن ترمر. لا ما كنت انتنشن ترمر. زين ده يقدر يسويها. فاذا هذه بوستشرال ترمر. طبعا اسينشال ترمر دائما المريض يجي سوشيال امبارسمنت، هي هاي المشكله، لانه من يريد يلزم شيء تول اجريفيت. السلايد واضح استقبالكم؟ اي نعم واضح. واضح. ف essential tremor is postural tremor. نسوي exclusion للresting لان resting باركنسون، نسوي exclusion للانتنشن لان انتنشن معناه سيربلم. essential tremor primarily occur when a patient maintain a posture and may present during movement. Particularly postural adjustment. زين. Essential tremor most commonly affected the upper limb. However, the head and the trunk may be involved. الهيد لما يصير involved يصير head tremor نسميه titubation. Titubation horizontally يعني no no يسموه. شلون واحد يقول لا no 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 يعني horizontally اللي اسمه. بالcerebellar lesion يصير vertically. تذكروا الفيرمس بالطول فهو بالفيرمال انفولمنت فهو ذاك يس يس هنا نو نو هذا بارت اوف اسينشال ترمر. بروجريشن اوف اسينشال ترمر از تيبيكلي سلو
طبعا هاي مو دعوه للالكهول بس الالكهول كونسبشن سبريس سيمتوم ذا موست اوف ذا بيشنت. اقسم الناس انه اللي يعني اجتماعي مفهومه من واحد يرجي يقول هذا يشرب، هو بالعكس الاسنشال تمر موست كومن سبريس باي الكهول، ولذلك يصيرون قسم منهم يعني الكهول يصير الكهوليك من وراء المساله هاي. زين هذا الستوب بروجريشن هي خلي طبعا هو يعني اكو واحده من الدورات اتصور دوره خريجين 2014 كليتكم اللي هم يعني ما يوصلون 100 الصور ذاك الوقت اللي تخرجون كان بيها 4 أو 5 اسينشال ترمر اتس فيري كومن. وهو ستوب بروجريشن النصيحه اللي انا عاده ما ابدي تريتمنت قبل عمر ال 30 لانه هو قضيه طويله لايف لونج. النصيحه الوحيده انه لا تصير جراح لانه هذا بروجريشن يعني بعد بعمره يجوز 40 45 مستحيل بعد تقدر يعني تسوي اي شيء. ف اساسا لا تكون في قضيه تحتاج لها يعني فاين مانوال ورك. دكتور العفو، هو الاسينشال ترمر غير اللي يصير يعني كل فتره وفتره مو دائما لما مثلا ستريس لما مثلا لا 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 يعني انهانسينج باي ستريس انهانسينج باي ستريس يعني هو نورمال موجود يعني اترست اي نعم نعم لا 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 اترست ماكو هو مو اترست هو من يسوي بوستشر يريد يستخدم ايده تصير اترست ماكو هو زين لكن انهانس باي ستريس هو ترى شوف هي الستريس انهانس هو اللي ما عنده ترمر ممكن يسوي له ترمر اللي هي هاي فيزيولوجيكال نعم. زين فهو بالاساس عده ترمر فيصير انهانس ما يصير واضح. اكو اي سؤال على الترمر؟ ان شاء الله ما زين نجي على another type of woman disorder اللي هو كوريا. كوريا باللاتين يعني الرقص، فداء الرقص. هو كوريا defined as continuous low amplitude rapid non repetitive. ذاك كان repetitive، هذا non repetitive non rhythmic purposeless muscle jerk. فإذن راح أعرفه بcontinuous، إذا ما كان continuous فهو مو كوريا. low amplitude، low amplitude مقصود بها الحركة ما تكتمل للنهاية، يعني شوية من هاي الموفمنت شوية من هاي الموفمنت نجي على extension of the ما يوصل للنهاية. low amplitude rapid لأنه راح نجي على موفمنت الدستونية هي slow نن رثمك نن ريبيتيتيف بيربسلس. بيربسلس حتى مفرقه عن التيك ذات مسل جاك ذات فلو ان بريدكتيفلي ان تايمينج دايركشن اند ديستريبيوشن ان ديفرنت بارت اوف ذا بودي. ذا موفمنت فليت فروم وان بارت اوف ذا بودي تو انذر ان ا راندوم سيكونس. زين خلينا نشوف الفيديو مال الكوريا ونرجع نحكي التفاصيل. تشوفوا الفيديو واضح؟ تشوفوا؟ اي نعم دكتور. اي باوعو continuous. اكو اشكال انه continuous ما دي اوقف continuous low amplitude ماكو movement ده توصل لنهايتها لا باللور لم ولا بالأبر لم. الفور رينج مال الموفمنت ما يتحقق، شويه من الكتف شويه من الالبو شويه من الريست شويه من الني. هاي low amplitude مقصود بها rapid. purposeless ماكو
واحدة إلها معنى. أنا predictably ساعة باللور لم ساعة بالترانك ساعة بال إيش اسمه بدون أنت ما يعني ما تقدر تتوقع الموفمنت الجاية وين بالضبط. زين طبعا the range in severity وايد يعني ممكن very fine movement زين اللي بس تشوف المريض كأنه بس ما مرتاح كأنه restlessness زين أو تكون more frank بحيث هذا يطلع بسيط بالنسبة له. هذا تقريبا اللي شفناه هو فتشي average زين. اكو ساينز ممكن نطلعها خصوصا طبعا هيك مريضه اللي شفناه قبالنا ما يحتاج لكن بالمايلد اكو يسموها ميلك ميد جراسب يحلب شلون هاي بالضبط هاي الصوره انت خلي تو فينجرز وقول له اضغط عليها هذا مو راح يضغط ما راح يقدر يستمر يفتحها ويسدها يفتحها ويسدها وكانه ده يحلب فملك ميد جراسب هذا الساين. تون ان بيشنت وذ كوريا شوفوا البيسال جانجليا بالباركنسونيزم تجي ريجيد بال وذ كوريا يصير هايبو تونيا. لما المريض عنده كوريا الجيت مالته يسموها دانسينج جيت لانه ليرتشنج فروم وان سايد تو انذر دانسينج جيت سبيتش become irregular volume and rhythmic and maybe exclusive هي لها تسمية يسموها تليغرافيك كانوا التليغراف اللي كان يعني يستخدموه قبل بس يدز كوريا disappear during sleep causes of كوريا divided into inherited and acquired زين many systemic disease metabolic autoimmune hormonal can give chorea so any patient with a treatable condition and chorea the chorea treated by treatment of the medical general medical cause مثلا polycythemia ربرافيرا thyrotoxicosis whatever the cause جزء من الورك اب للبيشنت وذ كوريا هو سيرش فور سيستميك ديزيز زين اكو ماني دراجز طبعا بالمومة ديس اوردر بالمناسبه دراجز يوزد فور تريتمنت اوف مومة ديس اوردر دائما مرات مو كلها مفهومه اوكي أني أفهم الكوريا هي increase of dopamine هو عكس الباركنسون باركنسون يصير poverty of movement لأن يعني الدوبامين يقل ولذلك التريتمنت مالتهم أعطيهم L-DOPA وإذا أعطيت L-DOPA يعني large amount أو more than usual يعني over the requirement يصير عنده كوريا مريض الباركنسون يتحول من poverty of movement إلى excessive movement. هنا أنا أنطي drugs اللي تقلل الدوبامين. فيا أما drug that deplete dopamine from nerve terminals such as tetrabenazine or أسوي blocking للreceptor مال الدوبامين مثل هالباريدول والأذر نيوروليبتيك. لكن عندي الانتي ايبيليبتيك ايضا تفيد راح تقولوا لي شنو الميكانيزم اوف اكشن
هي in different way. لا هو يقلل الدوبامين ولا اللي هي فاليبرويك أسيد والكاربامازيبين used in patient with chorea. زين. أكو مما disorder يسموها hemichorea. هي large amplitude. مع الأسف ما جبت الفيديو مالتها يعني, بس هي بس مجرد إشارة إلها. large amplitude نفس تعريف الكوريا اللي هو continuous rapid purposeless movement, بس يكون large amplitude وعادة one limb or only one side اللي يشوف دائما وتصير proximal شايل ايده لي فوق, بحيث هذا المريض من يطب للعياده وللاستشاريه لازم يضرب الباب لانه الايد مشموره, فالايد من تشمر مش مشيوله لي فوق, فلازم تكون اوسع من حجم الباب, فيسموها هيمي كوريا او باليزم اللي هو هاي امبليتيود كوريا اللي يجي هنا بالسبثلمس, وعاده يصير يعني هو على كل حال هو رير بس difficult to treat. والليجن عادة vascular in diabetic patient. شنو هالربط هذا؟ الله أعلم. عادة يصير عندهم بالزم هم diabetic, والتفسير أنه subthalamic nucleus تنضرب due to vascular lesion. زين. نجي على شوية فد movement disorder اللي هو أعقد من اللي شفناهم, أعقد بكثير من ال الترمر وعقد بكثير من الكوريا. دستونيا. قبل ما نشوف الفيديو primarily شو نصير عندي اي موفمنت, انا ساريد اسوي extension of the elbow. واقع الحال كل موفمنت بها agonist antagonist. من اقول extension of the elbow يعني لازم يصير في نفس اللحظة inhibition of the flexion of the elbow حتى يصير الاكستنشن. هذا هو المنطق يعني. زين. هذا هو اليوجوال. هذا اللي هو فيزيولوجيكلي. زين. ان حدث. طبعا هو ال الموفمنت هي شنو بالحقيقه؟ الموفمنت النورمال موفمنت هي كونتراكشن اوف مسل. فاذا من يصير كونتراكشن اوف ذا اجونست يصير انهبيشن اوف ذا انتاجونست حتى تصير الموفمنت. لما يكون كونتراكشن اوف اجونست اند انتاجونست ان ذا سيم تايم which is definitely abnormal هاي الحاله, زين, سموها ديستونيا. Dystonia is a severely disabled syndrome characterized by sustained contraction of agonist and antagonist muscle group in the same body part leading to produce twisting اللي هو across the axes and abnormal posture with or without repetitive movement. ليش ريبيتيتيف مومنت هنا ممكن تصير؟ هو صحيح ده يصير الاجونست والانتاجونست بس هي مو كونتينيوس, ممكن يتغلب واحد عن الاخ. فلما نتغلب الفليكشن على الاكستنشن ان راح دائما يجر باتجاه الفليكشن وترجع المومنت تصير اكستنشن, راح يصير نوع من الريبيتيتيف مومنت. بس هذا الريبيتيتيف مومنت بالتاكيد نوت ريثميك لان هي عباره عن تغلب اجونست على انتاجونست. واضح؟ واضح دكتور. اوكي. دكتور بس سؤال. تفضل عيني. انا في الحاله محصر
بالفتيج بالمصر اذا اثنيناتن تو روتس. لا مو هذه هي امبولنتري موفمنت عيني. هي هي شوف اللي قبل قلناه قبلها هاي قضيه البالزم نعتمد انه يصير فتيج ويوقف. بالدستونيا الفتيج ما راح يوقف لان هي كونتينوس كونتراكشن. اي كونتينوس حيصير فتيج بالمصر. شو عيني يصير فتيج بس ما تتغير هنا أنا. هي الفتيج فتيج ولذلك بالنتيجه مرات ديوتو فتيج ديوتو لاكتيت اكوموليشن يصير فيري بينفول يعني ما يتألم من هاي الحركه. نعم تصير بس الفتيق هذه ما توصل لمرحلة توقفه ما عدا القدرة. بالكوريا لا ممكن توقفه يصير فتيق لحد يوقف بس يوقف ورا جقيد أيام. تمام شوف الـ turning of the head هذا الـ turning repetitive يصير ترجع. طبعا الماوث نفس العملية دي تصير به. دائما الـ بالكوريا بالعفو بالدستونيا لان اذا هي ريبيتيتيف يقولك ليش ما انت يعني اوكي فاين راح اميز عن الـ اميز عن الـ الكوريا انه ذاك ذي شيء نان ريبيتيتيف هذا ريبيتيتيف ما فاين بس هي مو دائما تصير ريبيتيتيف. اوكي هاي سلو ذي شيء رابيد لكن تعال ريبيتيتيف شلون افرقه مرات هسه هذا بالهيد يمكن مبين واضح يعني ما ما ما, ما تجي ببالي الترمر لكن اذا صارت بالابر لي مثلا شلون اميز عن الترمر. الترمر ريثميك هذا نان ريثميك هنا انا باوع على المريض هسه اكو اب نورمال بوستشر انسى الموفمنت اللي عده سواء ريبيتيتيف نان ريبيتيتيف انسى الموفمنت باوع البوستشر لكن لازم اكو بالباك جراوند بوستشر ابنورماليتي والسوبر ادد الموفمنت بوستشر ابنورماليتي بالباك جراوند لازم هو البيس لاين مالته بوستشر ابنورماليتي. ليش؟ لان احنا البوستشر مالتنا هو نوع من المحصله بين اجونس وانتاجونس ماخذين هذا البوستشر النورمال وتصير بي الموفمنت. هنا الموضوع مختلف تتباوع باك جراوند بوستشر ابنورماليتي وتصير بي الموفمنت. اوكي كلينيكال كاركترستيك اوف ديستونيا ايج ات اونست عاده بالبيدياتريك ايج جروب يبدي باللور لم بالادلت يبدي بالهيد فلذلك الايج كلش مهم. بادي ديستريبيوشن عندي فوكال عندي سيجمنتال
عندي مالتي فوكال، عندي جنرالايزد اكوردنج تو ذا انفولفمنت. عاده بالبيدياتريك ايج جروب حتى لو بدا فوكال يتحول جنرالايزد، بالادلت يبدي فوكال يستمر فوكال. زين تمبرال باتن either static or progressive. The variability can have four different patterns. Persistent, action specific. وعادة action specific مثلا بالكتابة. لكن وبعدين ممكن يصير generalized. Diurnal fluctuation هذا كلش مهم خصوصا بالأطفال. لأن variation يعني ممكن الصبح هو normal بالليل يصير عدة. يعني ده هو diurnal يعني مختلفة within the same day. Paroxysmal تيجي أوقات وأوقات تروح. Dystonia can be have associated فيتشر ممكن يجي isolated بس ممكن تجي combined with other feature. Etiology عندي inherited, acquired and idiopathic. والidiopathic ممكن يكون sporadic ممكن يكون familial. حقيقة هو الدستونيا يعني أنا بالنسبة لي ورا كل السنين أعتبره أعقد مما disorder من كثر الأشياء اللي بيه. هاي حكيناها للشاذود له. أكو موضوع اسمه دوبا ريسبونسيف ديستونيا خصوصا بالفيرست ديكيد. هسه اي طفل عنده ديستونيا لازم نخليه اذا هو المريض بالاساس وهي هاي شوفوا قضيه ال شو اسمه عاده هو الدوبامين يقل فيصير باركنسون يزيد فممكن يصير هاي مو ديس اوردر حسب الاريا فلازم احنا ننطي يعني انتي دوبامين لتريتمنت اوف ديستونيا. اكو لا بالعكس تعطيهم اطفال تعطيهم دوبا ريسبونسيف ديستونيا يعني تعطيهم دوبامين يصيرون زينين فشي معكوس. هذه اكوردنج للاريا اللي يسموها دايركت باث واي واندايركت باث واي وين الليجن. نفس هذا النيورو ترانسميتر عند معظمهم من يزيد يصير الدستونية هنا لا من يقل يصير الدستونية. زين فهنا يقول لك إذا هو المريض إذا كان بالشكل الطبيعي هو زايد عده أنت إذا اعطيته دوبامين ما راح يصير فرق هيبقى نفسه وحتى لو زاد نسبيا يعني ما راح يصير مشكلة لكن فرق كبير جدا أنه هذا ولا بالأطفال وأنت متوقع هذا hereditary problem والطفل ما إلى نتيجة وصار crippled وتطيه دوبامين. ولذلك بالبداية قبل حوالي 10-12 سنة أول ما طلعت قالوا تطوله مدة 3 أسابيع ترايل هسه يقولون 3 أشهر وتقيم الحالة إذا كان دوبا ريسبونسيف ديستونيا هذا الطفل راح تحوله من طفل كريبلد على وعالة على أهله إلى إنسان طبيعي. أكو طفل هسه بعد كبار صار بالمتوسطة كان بعده ما قاعد بالمدرسة وكانت طالبة صف خامس أخذنا المحاضرة ورا المحاضرة جتي قالت لي دكتور يمكن ابن عمي بالشيء اللي حكيت عليه اليوم فجابوا لي طفل دستونيا فبديت للترايل قلنا دا نحاول بالأسبوع الأول أو الأسبوع الأولى صار الريسبونس والطفل لا يزال إلى اليوم وهم بالمتوسطة. زين من هاي الناحيه انسان طبيعي ومشى بالدراسه وهسه ما ادري والله ما اتذكر اخر مره من اجى او المتوسط او ثاني متوسط ما يعني بالضبط. زين راح تقول لي ذول ايش قد عددهم وايش قد انت شايف من يعني من بدا الحكي على الدوبا ريسبونسر انا اقول لكم هم مو اكثر من 5 كيسات بس انتم تتخيلون انه طفل هو صار كريبلد وصار عاله على اهله ويتحول الى طفل طبيعي. نعم العدد قليل بس يستحق المحاولة.
يعني انت انقذت مو بس مجرد انقذت طفل ورجعته طبيعي، انقذت عائله كامله بهاي المساله. زين دكتور سؤال توقعات. اي تفضل عيني. نقدر نعتبر ان دستونيا هي فورم من الباركنسونز؟ لا عيني لا، دستونيا شيء وباركنسون شيء ثاني، ما له علاقه. زين شلون نفرق بيناتهم؟ يعني شلون نفرق من شنو بالضبط قصدك؟ الباركنسون لا لا، الباركنسون اربع اشياء، ريستنج ترمر الكاردينال فيشر نسميها، والريجيديتي والبريديكاينيزيا، ولازم البريديكاينيزيا اولموست اولويز موجوده حتى نقول ذيس از باركنسونيزم. الرابعه طبعا بوستر ابنورماليتي، الريجيديتي. فهنا الموضوع يعني شلون انت شلون تسوي هنا فروم ذا ستارت اكو postural abnormality. ذاك resting tremor هنا tremor with postural abnormality. التشابه مو. بس تقول لي اكو شيء اسمه Parkinsonism presented at dystonia، اقول لك نعم. هو هذا قصدي هي تكون form. لا 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 مو form عيني form. بس Parkinsonism with المفروض ما يجون سوية لانه يعني مختلفين تماما. فهم يا اما سايد افكت اوف دراج اوف ال دوبا فليت اونست، يجون يجي دستونيا مريض الباركنسون كسايد افكت اوف دراج، يجي كوريا ويجي دستونيا، او اذا برزنتيشن اكو ريرلي انه دستونيا سبيشلي طبعا بالادلت باللور لم تصير بعدين تصير باركنسونيزم. بس في لحظه ظهورهم هم مختلفين. الباركنسونيزم هي الكورنر ستون مالتها هي البريديكاينيزيا. قد يكون الريجيديتي تخبط عليك، هذا ريجيديتي هذا ريجيديتي لو ديستونيا اي، بس الريجيديتي وديستونيا تبين الفرق، لانه بالديستال هو كوغويل وهذا مو كوغويل. شو اسمه هذا ابنورمال بوست شامبيون. التريتمنت يعني فد كومبينيشن اوف ديفرنت ثينكس زين، either alone or in combination. عندي الانتيكولينرجيك، عندي النيورولابتيك، عندي اللي الدراج اللي يسوي مثل الكوريا ال depleting of dopamine، اكو دراج يسوي مصر ريلاكسنت استخدمها بس هي جدا ضعيفه بالدستونيا يعني شغله بس عدد مرات نحتاجها. لوكال دستونيا يعطوهم بوتشيلينيوم توكسين. زين بوتشيلينيوم توكسين بصراحه يعني، وانا من الناس اللي عمري ما دزيت مريض، انا خمار تعلمت حتى انطي وما بسوي ولا مره ولا داز مريض. فكرته انه اشل العضله، هي مو تصير كونتراكشن اشلها. فانا هذا المبدا ما يخش بعقلي، لانه اذا انشلت بعد انا شفت المريض يا دوب بس البين راح من عنده. عندي هسه اللي ظهر اللي يطوب اللي يسووه بالباركنسون ديزيز اللي هو ديبا برين ستيميليشن. زين شلون البيس ميكر مال الهارت بس للبيسر جنجليا يخلوه فور تريتمنت اوف ديستونيا. بس الريزلت مو مثل الباركنسون. الباركنسون لا افضل بكثير، بس هي يعني لاين اوف تريتمنت. زين اكو تايب اوف موفمنت اللي هو اثيتوسيس. انا من الناس اللي اعتبر الاثيتوسيس هو يعني تايب اوف ديستونيا، والديستونيا بالمناسبه لها تسميه يسموها فروزن اثيتوسيس. هو فدرير تايب، هذا سلو ديستريثينج التوائي. يقولون لا يفرق باعتبار هو lack of sustained posture abnormality، بس يحرك بالضبط أصابعه فتشي يعني التواء. أنا أشوفه يعني هو خلنا نعتبر هذا form lack of sustained posture، يعني أكو abnormal posture بس مو sustained. زين هذا sustained. النتيجة هو دي خلو يعني بس حتى يعني أقول لكم إياه، بس أكثر من هذا الاستاد ماكو.
slow distal ripping continuous jerky movement. زين نجي على movement disorder اللي هي التيك. الصور حاكي لكم عليها دكتور عدي بالسايكاتري. يعني دائما دا تيجي التيك اللي احنا بالعاميه نسميه سوله. تيجي التيك وكانه يعني طبعا يعني اي اولا مور امبيدياتريك ايج جروب. يجي الطفل خطيه شبعان كتل من اهله وكانه هو مذنب هو دي يسويها. طبعا هي مو مجلس اوردر هو لا دي يسويها ولا مسؤول عنها وهي حاله حال اي مو مجلس اوردر. صحيح الميجوريتي هي بناين وتكون بالتين ايج جروب يعني خلينا نعرفه بالأول بس بيفد ميزة هو اللي دائما تأخذ وكأنه الطفل هو دي يسوي كأنه هي voluntary وليس involuntary. Ticks are discrete, brief, repetitive, stereotype, non-rhythmic, semi-voluntary. وهنا هي المشكلة semi-voluntary. Semi-voluntary شنو يعني؟ يعني can be suppressed for variable period of time. من تصيح بيه الأمة يوقف لا تسويها يوقف. هاي اللي تأخذ عليه إنه هو دي يسويها بما إنه ليخضع للقوة ويقدر يوقفها لفترة إذن هي فولنتري. هي طبعا مو فولنتري. ليش؟ شلون هي مو فولنتري؟ أكو فد إيرج تو دو ذات. طبعا تنقسم إلى الى موتور تيك اند فونيك تيك. فونيك هي موتور بس موتور بال المسل اوف لارينكس تعطي اصوات. They are preceded by urge to make the movement. هو اكو شيء يدفع ان يسويها. من يسوي الحركه هذا الارج هذا الشيء يدفع الاحساس زين ريليفد. فهي بالنتيجه انفولنتري. نعم مو هي مثل الدستونية ومثل هي ذا الصير وهو بعيد عنها. زين هذا urge to do it. أكبر دليل على أنه هي organic disease وليست psychiatric problem. زين وإن كان maybe associated with psychological problem بس هي definitely abnormal أنه هذه characteristically continuous during sleep. تبقى أثناء النوم مستمرة. إذن شلون ممكن تكون إذا مستمرة أثناء النوم شلون ممكن تكون voluntary وهو نايم بالصير. خلينا نشوف الفيديو مالته. حسب افتهمت من زملائكم بالسنين اللي راحت انه هي هاي المريضة هي يوتيوبر مشهورة وعندها موقع مشهور. Discrete معناه isolated في مناطق معينة. Brief بس لمنطقة يعني مو ما تختلف عن مو ما الثانية. Repetitive شوفوا ايدها. Stereotyped الموفمنت متشابهه وكانه ابو الابلبسي ستيريوتايب تنعاد نفسها. نن ريثميك شوفوا من تخلي على راسها
واقفة هسه هي. دكتور هي تكس نفسها التابتي بتسكينيزيا؟ لا 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 نهائيا. أنا أعرف أنه هذا يعني الموضوع هو موضوع التيك هسه. ليش مو هاي ليش مو كورية مثلا؟ ما يخطر ببالكم او ببال احد من عندكم هذا السؤال؟ وسوني قاعد اسالك ليش مو كوري؟ ياسر اقول لك اخوك شلونه بالسويد بهالهوسه؟ والله قاعد بالبيت. زين يسوي؟ هناك ماكو احد يا دنا نسمع به انصاب. السويد مو اي ما سدوه. تحس شيء قاعد بالبيت واسكت. اي خير ان شاء الله. ليش مو كوريا؟ الكوريا شوفوا جنرالايزد هنا ديسكريت راسها ايدها يعني فقط ال 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 كف الايد وراسها بيناتها منصب الاذر منصب زين فديسكريت مناطق معينه تقدر تتوقع نيجي انا بريدكتبلي وين يتنقل من مكان لمكان اذا جنرالايز هسه فوكال يصير منطقه واحده لكن انا اشوف مناطق معينه يعني اقرب ما نقول شلون بالسيجمنتال بس ماكو سيجمنت بيناتها مسافه الايد راس فهذه تخلينا هاي مو كوريا زين من رادة تتخلي على راسها وقفت فسبرسبل كوريا ما توقف توقف بأي شكل من الأشكال زين ستيريوتايب الحركة ده تتكرر الحركة ده تتكرر متشابهة تماما مع الإيد ومع الرأس زين الكوريا لا أنا بريدكتابلي تتغير من مكان لمكان فالموبندس أوردر عيني هي أنك إيش قد ما تباوع عليها أنا أدري طبعاً مو بس صعبة جداً صعبة بالنسبة لكم هسه شو تخلط الأمور لكن هي كل واحد يحفظ الكاركترستيك فيتشر مالت كل واحدة وشون تتفرق عن اللخ زين يعني عادة إن اللي ريبيتيتيف لازم أفرقها واحدة عن اللخ عن الترمر هذه مو رثمك تماماً عن الدستونية ماكو ابن المربوستشر اكو مو متى ترجع اعتياديه زين عن الكوريا قلت لكم هاي الفروقات كان بي سمبل حركه واحده يسوي او كان بي كومبلكس التيك كان انفولف فيس موفمنت البلينكينج فورس اي كلوجر زين عندنا سندروم اللي هو جيلز ديلاتوري سندروم هي هاي البنيه مثلا هذا كومبينيشن اوف ماني تيكس بصفات يصير بالميل اكثر من الفيميل عاده يبدي بالفيرست تو ديكيد وحتى لو صار بعدين تشوفه عنده هيستوري اوف جيلز ديلاتوري بعدين انعادت عليه من كبر زين اكو فوكال اللي قلناها طبعا فوكال مو بس هيك يعني اكو فوكال مثلا حتى يعني كلمات بذيئه كفور زين لي انفولنتري يصير عاده فيزيكال ابنورماليتي
ماكو يعني الاكزامينيشن يكون نورمال عاده. ريرلي اكو سيرفايكال اللي هو فورسفول موفمنت بالهيد مثلا فلكشن اوف ذا العفو بالنك فلكشن اوف ذا نك وفورسفول لحد هذا المريض ممكن يموت نسميه مالجننت جينز ديلاتوري لان يصير وبلاش فراكتشر وريسبيرتوري امبالسمنت ويموت الانسان. فمو مو دائما التك هي بناين. نعم ميجوريتي بناين بس ممكن يصير بي دث. زين اكو سؤال لحدنا على اي شيء بالتك؟ طب نقدر نعتمد على انه هي سيمي فولنتري بحيث انه يتفرق عن البقيه؟ هي طبعا كاركترستيك سيمي فولنتري وخطيه الاطفال يشبعون كتل من اهلهم من ورا السيمي فولنتري على انه هذا من اقول له دكتور من اقول له وقفها وقفها وما يقتنعون الاهل يمعودين والله هذا ترى خطيه مسكين هذه حركات لا اراديه لا دكتور يمعود بس اقول له وقفها وقفها هي السيمي فولنتري مقتلهم بهاي المساله خطيه شبعني كتل من ورا هالقصه هاي السيمي فولنتري يقدر يوقفها الى فتره بس هو الارج ما بداخله يخليه يكون عالي. دكتور زين شنو الاندرلاين كوز مالتها؟ والله عاده اكو اسوسيشن لحد الان ما يعرفوا لها ما يعرفون كوز معين يعني اكو خلينا نسميها اسوسييتد فينومينا اكو اشياء سايكولوجيكلي اسوسييت بس بالضبط ما اعرف منو كتب لي بالشات فد شيء بس اختفى خلا بس اقراه. محمد عبد الكريم ما اعرف اقرا يعني بيلي دكتور هاي مطربه بها هاي السندروم من هي من ما اعرفها والله ها اسمها بيلي إليش اي دكتور اه ما ادري والله لا صغرا بيها بس والله ما اعرفها يعني دكتور هاي موجودين نورتكس ها عاده بالتين تين ايج جروب والميل هيجي والصور الصور من اللي تسمعوني وهي منكم كان عندهم يعني بصغرهم بتحركه يعيده بس المجتمع دكتور هذا مو نفس مثلا اني كيف فجاه ويحرك رقبته هواي طبعا 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 اي مو هو لان الميجوريتي بناين تضيع القصه هاي. زين دكتور شلون نتخلص منها؟ عندنا تريتمنت؟ انا اخوي عنده هذا ال اي اكو تريتمنت اي اذا يعني اكو تريتمنت طبعا ننطي وهم التريتمنت اشياء مختلفه عندنا النيورولابتيك عندنا التترابينازي بس انا ما احب لان مجرد تعداد وبالذات التيك الدراجز اللي تستخدم كل ميكانيزم معين تختلف عن الاخ ولو هي مو ديسوردر بصوره عامه هيك بس التيك بالذات. زين نجي على مو ديسوردر هذه المريض ما يشكي من عندها هي رستس لك سيندروم هو كومن هذه بيها موتور وبيها سنسري المريض يجينا يشكي من رستس لك انه انا ما اقدر اقعد بس اتحرك على اريح نفسي فشي ايش يخليني تصير عنده مو ديس اوردر ديورنج سليب هو ما يحس بيها اهل اللي يحسون بيها اللي هي فت بيريوديك موفمنت اقرب شيء ما اقرب للمايكليونس بس هي فت بيريوديك موفمنت تصير خصوصا باللور لم بس المريض ما يشعر بيها لانه ما تصير مو ديورنج ويك تايم لا ديورنج سليب تصير زين بس هو شكوى انه ما اقدر اقعد بمكان دكتور هيك فد شيء بس يخليني اتحرك زين بس هي دائما تعتبر على الموفمنت ديس اوردر رغم ان المريض حقيقه ما يشكي من عندها التريتمنت مالتها هو انه تعطي دوبامين بالعكس او اشياء تزيد الدوبامين يعني هي نقص دوبامين. زين نجي على موضوع كبير اخر شيء بالموفمنت ديس اوردر هو الدراج انديوست موفمنت ديس اوردر ويجي بأشكال مختلفة أشهرهم
هو تاردف ديسكاينيزيا. تاردف ديسكاينيزيا the clinical disorder characterized by choreoform. هي كوريا بس وين؟ بوكيلو لينجوال ماستيكاري يعني around the يعني in the face and the mouth. فهي it's a stereotyped orofacial dyskinesia. Lip smacking, chewing, pouting, pouting, grimacing, and tend to be more obvious in the limb in children. بالأطفال يصير باللور لم، بالكبار يصير بالفيس. خلينا نشوف الفيديو. هي فد special type. سابقا كنا نشوفه هوايه لان اول جنريشن الفيرست جنريشن مال النيورولابتيك كلها فعل السايكوسيس واللي ياخذون الانتي سايكوتيك فور انا كونديشن كنا نشوفه بسنتج هائل. يعني اتذكر ما دخلت بورد النيورو صار عندي واهس كل ما اروح فاتحه اشوف ابو عن الناس اشوف ايش تعرف الاسكاينيزيا. هسه هذه المساله تقريبا اختفت لان النيو جنريشن صارت رير تسوي التاردف ديسكاينيزيا. بس بقى بعد اللي ياخذون الاولد جنريشن نيورولابتيك تصير عندهم. هذا ال مو مدس اوردر اللي هي دراج انديوست. زين هنا هي الباثوفيزيولوجي مالتها مختلف. هنا الحقيقه هي الدوبامين ريسبتر مو دي يصير بيها بلوك وانما دي يصير بيها اوفر سنسيتيفيتي. يعني دكتور العفو بس اكو طالب قريب يدخل هسه مدى يطلع لي اني مدى يطلع لي والله قد لحظه تمام مدى يطلع ماكو تمام بالكلام ما لها علاقه هي جوين يعني هيك لا ما ادمت لازم لا مو يدخلون بش اسمه بس مدى يطلع لي اي بغير اكونت زين لو صدق بالمناسبه انا من كان الفيديو سمعت صوت بس اختفى خليه يدخل مره اللوك خليه احاول اي قلت له دكتور اي خليه احاول من جديد من كان الفيديو جزء اختفى يعني ما اعرف اي زين هذا الموضوع هنا شنو هو سنسيتيفيتي دي يزيد فاذا انا ايش لازم اسوي لحتى اوقف هذا النوع من المبتز اوردر اسوي لها بلوك زين انا سويت لها بلوك بيش اسوي لها بلوك اسوي لها بالادراك اللي سوى هايبر سنسيتيفيتي لان هو الدراجز اللي النيورولابتيك مشكلتها تسوي بلوك كسايد افكت زين لكن هو صار عنده هايبر سنسيتيفيتي من عندها لازم ازيد الدوز حتى اسوي بلوك زين هو بالاصل ده يصير عنده هايبر سنسيتيفيتي من هذا الدراج انا راح ازيد الموفمنت راح ازيد الدوز حتى اسوي يعني قضيه غير منتهيه فكنا في حيره سابقا وامانه ما كنا نعطي تريتمنت يعني لان تريتمنت عكس يعني اي التريتمنت التطيل متوفر يزيد الحاله على المستقبل يعني ممكن تفيده فور ا وايل وبعدين راح تزيد
يعني هو عنده هايبر سنسيتيفيتي. الى ان ظهر تريتمنت للتاردف ديسكاينيزيا، هي بالذات تاردف ديسكاينيزيا قل وجودها، فس الحمد لله والشكر هي قليله، لان النيو جينيريشن مال النيورولابتيك ما تسوي الا رير، والاكو تريتمنت صار اللي هو التترابينازين. زين اكو الدراج انديوس ممكن يسوي اكيوت ديستونيا وممكن يسوي تاردف ديستونيا. اكيوت ديستونيا عاده تصير من الانتي ايميتيك لانه بيها دوبامين انتاغونست فيسوي اكيوتلي، فننطي انتي كولينرجيك للهذا وريفرسبل. واذا ما انطيته تريتمنت وتعوفه خلال 48 ساعه الايفكت راح يروح ويرجع طبيعي. بس طبعا يعني اكيوت ديستونيا وهي بينفول. تاردف هي تاردف هي باللاتيني يعني لونج اكتنج، ممكن تصير من الدراج. زين عندنا اكاثيزيا. اكاثيزيا يعني يمكن هو كان في يوم من الايام من اكثر المومنت ديس اوردر، يسوي بور كومبلاينس للتريتمنت. الاكاثيزيا هي نوع من الرستلسنس، لكن الرستلسنس مو مثل الرستلسنس سيندروم المريض يشكي من رستلسنس ما مرتاح ويتحرك، لا هذا رستلسنس تخليه يحرك الايد ريبيتيتيفلي. راح تقول هواي ناس تتحرك قاعدين يحركوا رجليناتهم، بس اوكي لازم هنا الفرق عن التيك انه يقعد يحرك او ما بنومكم تيك، هي مجرد يحرك رجليه هواي انسان هيك عادتهم ان يحركوا رجلهم هم وقاعدين، فتحركه ريبيتيتيف. هنا انا لازم تساله انه اخذ دراج ممكن يسويه له ولا، هذا الفرق الوحيد، ولا اذا اريد نشخص كل اللي يحركوا رجلهم هم وقاعدين. زين يعني راح يصير اوفر دايجنوست. انا من الناس هسه دا احرك رجلي انا ودا احكي وياكم زين، لكن ما اخذ دراج، فاذا هي مو اكاثيزيا. الفرق الاكاثيزيا انه ال شو اسمه انه هذا اخذ دراج، واول ما اخذ بده يصير عده فريليتد تو ذا دراج. زين نجي على نيورولابتيك مالجننت سيندروم. ذولا المرضى اللي ياخذون انتي سايكوتيك، هو رير كومبليكيشن فور انتي سايكوتيك. اول ما ياخذ الانتي سايكوتيك بالضبط يصير عده manifestation of encephalitis, fever, disturbance of consciousness, rigidity, autonomic dysfunction. يجي مريض مسخن rigid رأسين، هذا rigid نعتبره من البارانكامال انفولمنت، الفيفر هذه مال انفكشن. فاذا هذا بس انت يا اخي بس اخذ دراج. ويعني أنا اللي أتأسف له إنه أكو مرضى دخلوا يعني سايكاتريك وورد أو سايكاتريك هوسبيتال. أكو مرة من المرضى، واحد من المرضى اللي هي بالرشد زين، وشخص على إنه إنسفلايتس في حين هو المفروض. يعني أنا مرة قلت للواحد من سايكاترس من أساتذتنا، يعني قلت له المفروض أنتوا تخلوه بالكم نيورولابتيك مالجنت سيندروم أكثر من عندنا. يعني أنا من يجيني واحد فيفر أول ما أفكر إنفكشن، انا فيزيشن زين. لكن اي واحد لازم اخذ دراج هيستوري اذا استوى. طبعا هذا يجي اكيوتلي سنر جسم ادي سينكراسي يعني بدايه ما اخذ النيورولابتيك راسا يجي فيفر. يعني ليش يعني ما جت الانسفالايتس الا من اخذ الدراج؟ لا، هذا نيورولابتيك مالجنن سيندروم. وين ليش خلينا ويا ال خلينا ويا الموفمنت ديس اوردر؟ هنا يصير عنده ريجيديتي، فيصير عنده بوفرتي اوف موفمنت، مو هايبركاينيزيا، لا ترمار لا ديستونيا لا تيك لا يصير عنده ريجيديتي فبوفرتي اوف موفمنت. فلذلك البوفرتي اوف موفمنت قلنا هي موفمنت ديس اوردر، بس هي differential diagnosis for encephalitis. وأكو another syndrome
يسموه مالجنت هايبرثيرميا. هذا يصير بالضبط وراء الـ يعني فد نوع من الهايبرسنسيتيفيتي للمصر ريلاكسنت بالانستيزيا. مريض انطوه انستيزيا خشب وحرارته ارتفعت، ورأسا يسوون كونسلتيشن، دكتور هذا المريض عنده انسفلايتس، ايه ده عن انسفلايتس ما تذكرت تجي الا من المريض اخذ ادراك. دراج انديوس مو ديس اوردر، هذا يعني موضوع كامل. اي واحد مو ديس اوردر اذا ما اخذ هيستوري اوف دراج انجستشن، هذا الهيستوري مالته هذا يعني بوست جراديويت خوي راويني روح ورا 6 اشهر ماكو داعي، هذا بالوجه رسب. دراج انديوست هذا موضوع كامل، شود بي اكسكلودد، لازم بالهيستوري ايش ماخذ دراج هذا المريض. واتفر تجي ترمر تجي ديستونيا تجي كذا، لازم دراج هيستوري مو ديس اوردر. اذا ما ماخذ اي شيء بالهيستوري وما ماخذ اي وكل فقره ممكن نعبرها الا الدراج هيستوري، هذا اسينشال. زين اخر موضوع، انتوا اخذتوا الباركنسون ديزيز ان جنرال. باركنسون طبعا باركنسونيزم الكاتب انا هنا اقصد دراج انديوست باركنسونيزم، بس هي لين دراج انديوست كانت السلايد الاول فكلها تكمل دراج انديوس باركنسونيزم. باركنسونيزم 80% of باركنسونيزم هو باركنسون ديزيز. خوش 20% دول الباركنسونيزم ومو باركنسون ديزيز ما عندهم ترمر. 70% من الباركنسونيزم اللي هم باركنسون ديزيز، من هم 80% من الباركنسونيزم هم باركنسون ديزيز، 70% من ال 80% زين دول اللي هم باركنسون دول البريزنتيشن مالتهم تريمر during the progression of the disease كلهم يصير عندهم تريمر. لكن دول ال 20% الباركنسونيزم السكندري باركنسونيزم الباركنسون ديو تو ديجنراتيف ديزيز اذر ديجنراتيف ديزيز، يعني الباركنسونيزم اللي يصير مثلا ويا ويا الزهايمر، السكندري باركنسونيزم ديو تو انسفلايتيز ديو تو دراج انديوس، دول ما يصير عندهم تريمر. المريض اللي ما عنده ترمر انا هسه بالنسبه لي كبراكتس ادور كوز ما اعتبره باركنسون ديزيز. راح تقولي موكو 30% مو البرزنتيشن مالتهم، اوكي هو مو يصير برزنتيشن بس وراها راح يصير. فدراج انديوس باركنسونيزم ما عندهم ترمر. خلي نفهم هذا الموضوع، هي هاي الخريطة اكو سبستانشيا نايغرا يصير بيدي جنريشن. الدوبامين وين ينفرز؟ ينفرز بالنيوسترياتم. الدوبامين اللي ينفرز بالنيوسترياتم اكو ويا أسيتايل كولين، فاكو بالانس between acetylcholine اللي هو inhibitor acetylcholine excitatory ودوبامين اللي هو inhibitory. بالباركنسون ديزيز ايش يصير؟ سبستانشيا نايغرا هذه تصير بها degeneration، فلذلك دوبامين ما يفرز بال النيوسترياتم. الاسيتايلكولين دا يزيد، هو مو دا يزيد يزيد ريلاتيفلي، هو بالحقيقة نورمال بس قل الدوبامين المناظر إله أو العودو أو مو المناظر هو الضد النوعي يسموه بالسياسة. زين الضد مالته ده يقل، فلذلك يزيد الأستايكولين ويقل. يعني واقع الحد إذا نحكي عن زيادة أستايكولين ريلاتيفلي ونقصان الدوبامين، الدوبامين يعطي rigidity، المريض يصير poverty of movement، تقلل movement. acetylcholine مو relatively زاد يعطي excessive movement،
يعطي ترمر ريستنج ترمر. فهذا المريض هم رجد قل الموفمنت وهم ماتين بنفس الوقت عدى اكسسيف موفمنت. هاي اجتماع النقيضين بالباركنسون دراج انديوس باركنسونيزم ايش دا يصير؟ سبستانشيا نيجرا كل شيء ما بيها. الدوبامين ينفرز اعتيادي. البالانس بتوين دوبامين اند اسيتالكولين نورمال تماما. لعد شنو دا يصير؟ دا يصير ان الريسبتر دا يصير بيها بلوك. الريسبتر اللي تشتغل على الدوبامين. فبالنتيجة اني ما عندي مشكلة بالبالانس بتوين دوبامين اسيتالكولين. فما يصير رستنج ترمر. لانه ماكو اكسسيف استالكولين لا ريلاتيفلي ولا اكتشوالي لا بالحقيقه ولا بالنسبيه. اكو يعني مشكله دكتور. يعني يعني الميكانيزم مال الترامر بالباركنسون هي نتيجه الاكسسيف استالكولين بالضبط. تمام. يعني مو نتيجه قله الدوبامين؟ لا. تمام. الدوبامين كل الديبليشن مالته يسوي بوفرتي اوف موفمنت قله الحركه rigidity bradykinesia زين okay. لكن هنا الزياده نعم زين الزياده relatively هو كرقم مثلا واحد عنده بايده اليمنى شايل 10 كيلووات بايده اليسرى شايل 10 كيلووات فهو متساويات ذب من ايده اليسرى ال10 صار ثقل كله على اليمنى بس هي ما زادت ال10 كيلووات مال اليمنى نعم هي نفسها relatively صار اختلال بالتوازن واختلال التوازن يخلق لك بالبدي اشياء مو بالضروره هو يزيد حقك اكتشوالي كرقم العشر كيلوات تسوي 20 كيلو زين فبالنتيجه التريتمنت هنا انا راح يصير غير شكل اني هنا أنا صارت عندي زياده بالدوبامين اذا اعالجه مثل ما اعالج الباركنسون وانطيه دوبامين هو غرقان دوبامين بس بدل يستخدم الدوبامين مالته هو غرقان فبالنتيجه شو اسوي لازم اول شيء اشيل الانديوست دراج زين اشيل راح تقولي لي ليش يطون انتي كولينرجيك انتي كولينرجيك اعطيها حتى اقلل الاستخدام حتى اوازن بين مال البلوكينج هذا اسوي مو اساني يعني الدوبامين والاسيتالكولين ما عندي مشكله بالكميه عندي مشكله باستخدام الدوبامين ماشي اذا انا اوقف الريسبتر مال مو وقفه الريسبتر مال الدوبامين اوقف الريسبتر مال الاسيتالكولين اخلق توازن بالعمل مالتهم وليس بكميتهم زين الى ان ترجع انشال الايفكت بس اذا ما شلت الايفكت لو اطي درج الدنيا كلها بعد ماكو فايده فلذلك بالانتي يعني درج اندوس باركنسونيزم الخطوه الاولى هو ان اشيل ولو كان قالوا لي بس خطوه تسوي ما تطي اي شيء او تطي في شيء واحد يعني خطوه واحده اختار انه اليفيت ذا كوزيتيف ايجنت وانا اشكركم من عنده سؤال عشان شكرا دكتور الله يخليك تسلم برسك الله يخليك دكتور بس عندي سؤال على الدستونيا تفضل عيني تفضل دكتور هسه احنا عندنا الدوبامين ريسبونسيف ديستوني قلت لنا نعطي ترايل 3 اشهر للبيشنت 3 اشهر نعم للمريض اي نعم دكتور بس اذا هذا البيشنت طلع مو دوبامين ريسبونسيف ايه. هل هذا الشيء ممكن راح يؤذي يعني الدوبامين هذا ال 3 اشهر يعني هو اذا زادت السيفيريتي ريليتيفلي يعني تستحق المساله انه احاول عيني تمام دكتور ومن اوقفه راح تقل السيفيريتي هنا انت بالضبط مثل الديستربس اوف كونشسنس
اذا ما تلقى الكوز تنطي هايبرتونيك شوغر. زين انت هذا الشوغر ما ممكن بعد ما راح يضر هوايه الزياده، هو خلص هو اخذ السايد افكت مال الزياده، لكن لو طلع هايبوغلايسيميا زين عشان نسويها بالضبط بالايام الحرب، الحرب مال 91 من شيت روتيتر، لانه اذا طلع هايبوغلايسيميا هذا حياته انت. لكن اذا هو اساسا هايبر يعني ما راح تزيد عن اللي موجود عنده. نعم هي المفروض هاي زياده، بس الزياده هاي ما راح تكتله، لكن انت ممكن تنخذها لو تعطي دوبامين بعد. تمام دكتور شكرا. ماكو سؤال بعد؟ شكرا دكتور. شلون الامتحان مال البارحه؟ والله دكتور يعني حلو يعني صعب دكتور صعب. كنا نتوقع اصعب. علي صعب 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 دكتور. انت عندك صعب ياسر؟ ها؟ اي والله دكتور شو نسوي؟ كان صعب. اي غشيت لو ما غشيت؟ استغفر الله. ها؟ دكتور يعني هو اوبن بوك بعد شكله.